تحية طيبة مشاهدين الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حبة المشاهدين كونوا معنا، وهذه التغطية الخاصة حول أبرز الاستعدادات التي قامت بها أقسام العتبة العباسية المقدسة لاستقبال زيارة الأربعين، ومن بين هذه الأقسام قسم شؤون الخدمية لما يوفر من خدمات جمة إلى الزائرين والمواكب الحسينية. وللمزيد من التفاصيل ينضم معي الأستاذ محمد حربي معاون رئيس قسم الشؤون الخدمية ليحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الخدمات. أستاذ محمد السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين. أستاذ محمد، يا ريت حدثنا عن أبرز الاستعدادات التي قام بها قسم شؤون الخدمية لاستقبال زيارة الأربعين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقيقة هذه الزيارة استعداداتها تختلف عن الزيارات الماضية، كون الأعداد اللي راح تتوافد إلى العتبات المقدسة سواء كان من خارج أو داخل العراق يعني أعداد تختلف عن السنين الماضية. فاستعداداتنا احنا كل سنة هاي الاستعدادات، ولكن هالسنة ضفنا إلها منها المواقع اللي ينأوا بها الزوار، وهناك يعني حث على خدمة الزائر من قبل سماحة السيد المتولي الله يحفظه. فالمواقع كلها هيئناها، المواقع اللي بالمدينة اللي تابعة للعتبة العباسية، والمواقع اللي خارج المدينة اللي هي على طرق المداخل مثل نجف كربلاء أو باب الكربلاء بغداد كربلاء. إضافة إلى هاي المواقع اللي تابعة للعتبة أخذنا المدارس اللي تعاونوا ويانا حقيقة الأخوة في الدوائر الأخرى منها المدارس، فهيئناها هاي المدارس، وكل صف بالمدرسة يعني فرشنا فراش وخلينا مبردة في كل صف وهيئناها للزوار. وكذلك تحسبا لانقطاع المياه يعني بهاي الزخم، فبعض المدارس حفرنا بها آبار لأنه احتمال انقطاع المي يصير بهيك زيارة. هاي بالنسبة للمواقع. أما استعداداتنا الأخرى للثلج، السقاية اللي هي تابعة إلى العتبة العباسية أيضا تابعة إلى قسم الشؤون الخدمية، فحجزنا تقريبا 100,000 قالب ثلج لهاي الزيارة الأربعينية، هذا من خارج العتبة يعني سواء تبرع أو شراء. أما المعامل مال العتبة فكذلك مستمرة بالإنتاج، وإنتاجها ما شاء الله يعني كلش ممتاز. هاي بالنسبة للثلج. المياه الآر أو وفرنا تناكر، يعني شان عندنا احنا تناكر، ولكن هالسنة ضفنا بعد تناكر لتناكرنا الموجودة، وبدنا نوزع مي آر أو للمواكب وإلى مواقع العتبة اللي تقوي الزائرين. كذلك المي العادي مال الطبخ والغسل كذلك عندنا تناكر ونوزع للمواكب والمواقع العتبة. هاي بالنسبة للمي. أما بالنسبة للصحيات كذلك المنشآت الصحية كذلك على قسم الشؤون الخدمية، المنشآت الصحية منها الثابتة والمتنقلة. الوحدات الصحية بالثابتة والمتنقلة ما يقارب 1,000 وحدة صحية، يعني احنا عندنا 9 مواقع اللي هي ثابتة، أحد المواقع بيها فوق 200 وحدة صحية، وكذلك الموقع ثاني هالشكل. فجميعها المتنقلة والثابتة ما يقارب 1,000 وحدة صحية، كذلك هاي تابعة للعتبة العباسية المقدسة. من جانب آخر اللي هو الأمانات مال الحقائب اللي يجون الزوار وحقائبهم لازم يتخلص من عندها يأمنها، فإحنا خلينا مكانات يعني هيئناها، استحدثنا مواقع
نستلم بها حقائب الزائرين. الزائر من يجي يذب الحقيبة مالته بعد ياخذ حريته، يروح يزور، يروح يرتاح. مثلا اذا ما عنده مكان يرتاح بين الحرمين بهاي المواقع اللي تابعه للعتبه، المهم هو مأمن على الحقيبه مالته، احنا نستلمها كذلك الامانات. بعد عندنا جانب مهم، هي كلها مهمه، ولكن النظافه حقيقه النظافه السيطره عليها مو بسهوله. يعني احنا استعانينا اضافه للكادر اللي عندنا بقسم الخدميه، استعانينا بما حوالي 2000 متطوع فقط الى قسم الخدمات. العفو، سؤالي في هذا الموضوع، نتحدث عن المتطوعين من اي المحافظات، اعداد المتطوعين، اليه تقسيم المتطوعين في قسم شؤون الخدميه. بالنسبه للمتطوعين الاعداد مالتهم في قسم الشؤون الخدميه فقط 2000 متطوع. نوزعها على كل الشعب، على السقايه وعلى الصحيات وعلى النظافه وعلى الامانات وعلى الكشاوين. العدد يكون 2000. أما آلية يعني وصولهم إلى العتبة، فحقيقة أكو آلية جديدة اللي هي كل متطوع صار عنده استمارة وتحري عنه، والمتطوع لازم تابع إلى هيئة والهيئة بها مسؤول، وعندنا صار يعني تقريبا وحدة أو شعبة خاصة هي تكلفت بهذا الموضوع مال استقطاب المتطوعين والتحري عنهم وصرف الباجات لهم، بالإضافة إلى قسم التطوير اللي عندنا هو تكلف هذا الموضوع بالتحري وصرف الباجات وملء استمارة لكل متطوع من المتطوعين. نعم. أما بالنسبة للنظافة، النظافة حقيقة قلت لك عملها مو سهل، ولكن الحمد لله والشكر تحققت عندنا النظافة. يعني هسه من تطلع بالشارع تشوف الشارع نظيف مع هذا الزخم اللي متواجد حاليا، ولكن مسيطرين والحمد لله بتوفير الكابسات والكادر المتطوعين والمنتسبين على مدار 24 ساعة متواجدين. نحسب لأربعينك ساعة ساعة من درب المشي لحد بابك، احنا نريد ننقل لك صور وتشوف عيونك على طول الدرب مد المواكب صار تدر بناسك انت شقد يحبون، احنا طفلة توزع ماي لليمشون، هناك تشوف شايف باللي يخدمون، هو عنده مثلك بعد شي يريد. معاون رئيس قسم حفظ النظام في العتبة العباسية، خادمكم رضا ناجي ساهل عامري. طبعا استعداداتنا لهذه الزيارة المباركة، زيارة ذكرى زيارة الأربعين، أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ومن ضمنها توزيع الأجهزة الرابسكان على مداخل العتبة وفي النقاط الوسطية، وتم توزيع أجهزة آي دي التابعة إلى شعبة كشف المتفجرات في العتبة، وتوزيع الأخوة الدورية الخارجية والدورية الداخلية. مهام هذه الدوريات عملهم يكون لتنظيم دخول وخروج الزائرين وانسيابه وانسيابية دخولهم وخروجهم إلى الحرم. بالإضافة إلى ذلك تم نصب جسر حديدي ذهاب وإياب في منطقة بين الحرمين الشريفين لدخول المواكب من تحتها المعزين لزيارة الأربعين دخولها من باب الإمام الحسن. بالنسبة إلى الطوق الأمني، عمل الطوق الأمني بالإضافة إلى أعمالهم الداخلية يكون مع قوة حماية مديرية حماية الحرمين الشريفين التابعة إلى بين الحرمين، وتم التنسيق مع الأخوة في العتبة الحسينية والعتبتين بين الحرمين الشريفين، وتم عقد مؤتمرات واجتماعات دورية قبيل الزيارة لاستعدادنا لتجهيز جميع الخدمات وتوفير جميع الخدمات وأمن الزائر، الحفاظ على أمن الزائرين في دخولهم إلى العتبة، وصولا ابتداء من ميثم التمار وباب القبلة والعوارض الرئيسية باب بغداد والمحاور الثلاثة جميعا وصولهم إلى هذه المنطقة. وتم نشر مفارز احتياط، هذه تسمى القوة. القوة هذه دورها وواجبها لا سامح الله انتشال أي زائر من السقوط رفعه أو من أي حالات تدافع الصير، هذا عمل قوة الطوارئ تحمل الزائر وانتشاله لا سامح الله من أي كوارث.
وبالإضافة إلى ذلك تم نشر مفارز دورية تابعة إلى شعبة معلومات العتبة العباسية قسم حفظ النظام، عملهم الحفاظ على أمن الزائر ومن المتسولين والسارقين وضعاف النفوس، بالإضافة الحفاظ على المنطقة من أي إشاعة لتذويبها. بالإضافة إلى ذلك تم القضاء الحمد لله بفضل الله تعالى من المتطرفين في داخل المنطقة وعدم سماحهم الدخول في هذه المنطقة. نتحدث عن عدد المتطوعين الموجودين في قسم حفظ النظام، توصياتكم ورسالتكم للزائرين. طبعا احنا جايين لخدمة الزائرين، حقيقة جايين لخدمة الزائر، وأرواحنا فداء لتربة الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس، ونقبل أقدام الزائرين. الالتزام بالتعليمات اللي تصدر من قبل المنتسبين والإدارة الموقرة، طبعا اللي دي ينفذها المنتسب من خلال التعليمات اللي تصدر من الإدارة، لتثبيت العمل ونجاح العمل في داخل المنطقة لدخوله وخروجه بأمان. طبعا الزائر ما يعرف هذه القضية، احنا نعرف نعلم بهذا الأمر، هناك تعليمات وأوامر وقضايا أمنية سرية طبعا بحتة ما نقدر نبوح بها، فإحنا أعلم بهذا الشيء. فالرجاء من الزائر الكريم الالتزام بالتعليمات، بالإضافة إلى ذلك حتى في النقاط الخارجية الأجهزة الأمنية، الرجاء الرجاء من أخوتنا وأهلنا وناسنا وأحبائنا زائري أبا عبد الله الحسين وأخيها بالفضل العباس الالتزام بالتعليمات. مرات القلب من وحده يشتاق نبض تقول احب نبض الحسين ضلع عمك وحق دمك ضلع عمك وحق دمك نحسب لاربعينك ساعة ساعة. مستمرين معكم أحبة المشاهدين بهذه التغطية وقسم آخر من أقسام العتبة العباسية، وهو قسم المضيف، وللحديث أكثر عن هذا القسم والاستعدادات التي قام بها ينضم معي الأستاذ محمد كمال مسؤول الشعبة الإدارية والمالية في قسم المضيف. أستاذ محمد السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين، كيف استعد قسم المضيف لاستقبال زيارة الأربعين؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. نعزي الأمة الإسلامية جمعاء ولا سيما مقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجع الدين العظام بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة قسم المضيف يعني من العام السابق زيارة الأربعين المباركة ندرس الوضع العام للخدمات التي يقدمها القسم، وتكون هنالك اجتماعات دورية لرئاسة القسم والشعب والاستماع لنصائح وتوجيهات الإدارة العتبة المقدسة، وتوضع خطط استراتيجية للعمل، بالإضافة إلى أن جهود القسم تقريبا تبدأ هي من اليوم الأول من شهر محرم الحرام، طبعا تبدأ الخدمة الفعلية وإلا قضية التجهيزات والاستعدادات قبل ذلك بأشهر تكون، من مثلا توفير المواد الأولية، فتح منافذ مثلا لتوزيع الطعام على الزائرين، افتتاح مثلا مطابخ جديدة، أماكن للشوي، أماكن لشوي الدجاج مثلا والكباب والشاورما وغير هاي الأمور، بالإضافة إلى توفير الموارد الأولية الجيدة النوعية سواء من الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية حتى تقدم أفضل الخدمات وأجودها للزائرين الكرام خلال هاي الزيارة والزيارات القادمة والسابقة إن شاء الله. أستاذ محمد العفو، يا ريت تحدثنا عن أعداد الوجبات التي سوف تقدم، وهل هي صباحية أم مسائية أم وقت واحد؟ تفضل. بالنسبة لأوقات توزيع الطعام يتقدم على ثلاث وجبات رئيسية، الفطور والغداء والعشاء، بالإضافة إلى ذلك هنالك فقرات بينية تقدم للزائرين مثل الماء والعصير والحلويات تمت إضافتها هاي السنة والمعجنات وباقي الأمور. بالنسبة للأعداد حاليا احنا من يوم الأول من شهر صفر الخير ولغاية اليوم، من اليوم 11 صفر جاوزنا تقريبا 350 ألف وجبة بشكل إجمالي لهذه الوجبات. الخدمات اللي يقدمها العفو قسم المضيف في العتبة العباسية المقدسة لا تقتصر على الزائرين الكرام، أيضا إلى منتسبي العتبات المقدسة المتطوعين الذي يشاركون في إحياء هذه الزيارة وخدمة الزائرين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الساندة الخدمية التي تستحصل الموافقات من إدارة العتبة على تزويدها،
مثل القوات الأمنية وغيرها، وبالإضافة إلى وزارة الصحة بعض المستشفيات أيضا يتم تزويدهم بواجبات غذائية خلال هذه الزيارة إن شاء الله. أنا من محافظة ذقار طبعا، وأنا أحتز وأفتخر بهذه الخدمة الشريفة اللي لأجلها خدمة أبا عبد الله الحسين العتبتين العباسية والحسينية، وإحنا نعتبرها أن ثخر في الدنيا والآخرة، كما قال أحد الشعراء: كل الخدم تنهان شفناها بالعين، بس بكرامة تعيش خدام الحسين. احنا ما نعتبرها ذلة، بعتبر عز وفخر ان هذه الخدمة اللي نقدمها، ونسأل الله القبول. نحسب لاربعينك ساعة ساعة نبيل النداء وكل زوار يا ابن المرتضى سمعا وطاعة من ذكر بعين الراح اليوم نحسب لاربعينك ساعة ساعة يعدون العدة والعدد ويواصلون الليل بالنهار لتوفير أفضل الخدمات للزائرين وتسهيل عملية دخولهم وخروجهم بانسيابية عالية. والحديث هنا عن أقسام العتبة العباسية المقدسة التي استعدت مبكرا لاستقبال زيارة الأربعين. حبة المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية. تقبلوا تحياتي أنا حسين الجنابي، ومن خلف الكاميرا محمد دنيف.